السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد مثال عملي جميل على سكراتش، أخليه يتحرك ويلقط لون معين ويبدأ يتحرك يغير لونه. طيب سكراتش أول ما بتبدأ اعمل نفس حساب، وممكن تعمل البرنامج بتاعك من غير ما تعمل حساب، يعني تقدر تقول أنا عايز أعمل كريت مشروع وتعمله من غير ما تعمل حساب. لكن الأفضل عشان تسيف الشغل بتاعك وتقدر تطور نفسك إن أنت تعمل حساب مجاني. هاجي هنا أقول له كريت. طيب هنا المساحه اللي انا هكتب فيها الكود البرمجي، انا هنا واقف عند القطه دي، فالبرمجه بتاعتي تبقى خاصه بالقطه دي. طيب اول حاجه اعملها ايه؟ ان انا اقول له الايفنت. تمام، الايفنت دي يعني حدث، يعني لما حد يدوس على حاجه معينه، فهختار مثلا لما حد يدوس على العلامه ديت او بدأ التشغيل. ممكن اقول له ان انا عايز لما حد يدوس يبدا ان هو يتحرك، فاقول له موف واقول له ايه انا عايز اتحرك 10، ممكن تخليها 10 20 30 واحد زي ما انت عايز. فلما هتدوس هنا هيبدأ يديك الحركة ديت. تمام، طيب انا عايز الحركة دي ما تبقاش مرة واحدة، لا تبقى موجودة على طول. فعلى طول دي يعني معناها ايه؟ مثلا فور ايفر. طيب فور ايفر دي ممكن نختارها منين؟ من كنترول هنا اختار فور ايفر. تمام، يبقى طول الوقت هو بيختار فور ايفر بالشكل دوت. فور ايفر يبقى الحركة هتفضل موجودة على طول. طب لاحظنا ان الحركة ان هو وقف هنا، وصل لاخر وقف مفيش حركه بعد كده. طيب نعمل ايه؟ انا عايز اقول له لما يوصل للحافه يرجع تاني، فدي ممكن نقول له لما يحصل او لو حصل، فدي قاعده اف. طيب يبقى انا هروح بقى لقاعده اف واقول له لو رحت للإتش ارجع تاني بالشكل دوت. طيب احنا عايزينه لما يتقابل لون يبدأ ان هو يغير لونه، فلاما ان انا ارسم كور ملونة او اختار خلفية يكون فيها الوان. فخلينا نغير الخلفية. طيب هاجي هنا واقول له ان انا الباك جراوند عايز اغير، ليك ان انت ترفع خلفية من عندك على الجهاز او سربرايز او ترسم او اختار بقى خلفية من دول. تعالوا بقى نشوف خلفية كده يكون فيها الوان مختلفة. مثلا هختار بارتي بالشكل دوت، فكده في بلالين كتيره الوانها مختلف. طيب هنا هقول له بقى قاعده اف تانيه، اقول له بقى من هنا قاعده اف لو حصل حاجه معينه هيبدا ان هو يتحرك اهي بالشكل دوت. تمام، عايز اقول له بقى لو ايه، لو انا لمست لون اخضر او لمست اللون دوت، فانا هنا عندي عايز يبقى ايه بيحس بحاجه، فهاجي هنا في سنس واقول له انا عايز لو هو لمس كولر. تمام، تاتش كولر اهو. طب اني لون بقى؟ هاجي هنا واقول له انا عايز اللون دوت، اختار مثلا اللون ده. تمام، طيب خلاص هو خد نفس درجة اللون وكل حاجة. عايز اقول له بقى لما يلمس اللون ده ايه اللي يحصل. مثلا شينج سايز، هنغير السايز بتاعه بحاجة معينة، فخلينا مثلا نقول له سيت كولر افكت تو كذا اهي 2 مثلا. تمام، طيب ممكن بقى ايه نخليه يلمس لون تاني، نوقف ده كده واقول له ان الجزء دوت اللي هو قاعدة اف ده انا عايز انسخه، بس عايز بقى ايه بدل اللون دوت هقول له لو لمس اللون ده مثلا ده ايه اللي يحصل بقى. بدل set color دي خليني اقول له مثلا change color او set size. تمام، change size by بدل set color هتبقى change size، ونخليها مثلا 2. تمام، وخليها بقى نبدأ نتحرك. طيب خلينا نغير ده مثلا لأربعة مثلا أو 20، فتلاقي اللون بدأ يتغير اهو، والسايز بتغير خليها بالسالب هتلاقي مثلا هو بدأ ايه يصغر. تمام، طيب خلينا نجرب حاجة تانية. أوقف، خلينا مثلا نجرب إن احنا نحطه هنا مثلا، وأقول له هنا الكلر هختار مثلا اللون ده، اللون الأخضر الجميل دوت. وبدل ما اقول له هايد هقول له ايه
هخلي هنا دي هايت، سيبك من الكولر دلوقتي، تمام اهي خليها هايت بس. طيب واللون ده هقول له اختار اللون ده مثلا، طيب كده، واقول له بدل هايد خليها شو، وخلينا بقى نبدأ الشغل. بص بص، في حتة هنا بيختلف فيها، بص في حتة هنا بيختلف فيها، وفي واحدة تانية بيبدأ ان هو يسترجع اللون لما بيجي عند اللون الازرق دوت. اكد لك الموضوع ده ان انا هقول له ويت، هقول له اصبر لمدة ثانية قبل ما تنفذ الباقي، تمام. بس في ثانية بيقف فيها، خلينا نقول له الويت ديت، خليها مثلا هنا اه، هيبدأ ان هو ايه. فزي ما انتم، احنا خلينا في حركة اخفاء موجودة، تمام. اول ما بيخبط في الاخضر وبيظهر تاني اول ما يخبط في الازرق.